أربع شلاشين. رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معانا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع الشريف. كنت بضحك دلوقتي أنا وفريدة بسبب بودي طبعا حمادة هو قاعد هناك فإحنا راجعين فهو إيه وقف راشد يا ابني اصحى يا ابني اصحى افرد طولك كده افرد سقف تسقيفة عدلة. أنا بقوله سقف بيكح أنا بقولك سقف تسقيفة عدلة. هي دي تسقيفة العدلة؟ انت بتطبطب تسقيفة العدلة عشان تصحي الناس. يا فاشل وريني صحي الناس برضو. لا ما تقفلوش استنوا ده بيستعبط سقف عدل. لا زي كده بص افرد ظهرك افرد ظهرك انت كده فردو اه افرد ظهره كده يطلع وبعدين كده يطلع بحماس. لا مش كده كده ما فيش ما تقفلوش اقعد سقف بقى لغايه اخر الحلقه سقف 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 بقول لك لما تيجي اوردر ايوه اهو خليك كده طول الحلقه ما بهزرش هقسمها منك اشتغل اشتغل اهو ليه ضايع؟ لا هو عشان ايده بس عايز ايه عارف كلابيزو كده شويه فالصوت بتاعه بيطلع حنين عايز كلابيزو اه كلابيزو. اي حد عايز يبعت لي اي حاجه ابعته لي على الانستجرام الخاص بيا على الانستجرام شريف مدكور تي في. عندنا النهارده يا فرافيره النهارده بقى ايه؟ بصي الناس دي كلها بتفهم في الاكل اه طبعا خلي بالك حبايبنا حبايبنا يا رب ابقى خفيفه عليكم النهارده حبايب قلبي. النهارده هنعمل اكل روسي بس في التاتش طبعا بتاعي. هنعمل بيف ستروجانوف وهنعمل جراتان بطاطس بالكوسه وهنعمل سلطه روسيه. الله بطاطس سلاد روس سلاد روس والله. طب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بقى بالبيف على قبل ما تبتدي بس حد فيكم هنا عنده اي درايه بالاكل الروسي؟ الاكل الروسي اكل لله. حلو قوي. البيف ستراجانوف دي بتبقى لحمه متقطعه شرايح رفيعه كده وفريده هتوريكم بتتعمل ازاي. السلطه بتاعتهم اللي هي السلاد روس دي من احلى السلطات اللي فيها بس السلطه بيتهيألي معروفه يعني اللي هي البطاطس بالبسله بالحاجات دي اه بس هي بيعملوها بقى ببيض وكده ده اللي هنشوفه هنتفاجئ بيه مع بعض. وايه ده بطاطس ده جراتان بطاطس بكوسه هي لدغه عادي يعني بس انا قلت بعد ما تتجوز انا قلت بعد ما تتجوز يمكن اللدغه تروح زادت ده بالعكس قودني كمان مسدوده فزايده بقى خالص سامعاني اساسا ماشي يلا هتبتدي بايه؟ يلا نبتدي على طول نعمل بقى البيف. يلا قول لنا المقادير الاول. اول حاجه عندنا لحمه متقطعه شرايح زبده فرن مستردة الديجون وعندنا مشروم بصل شرايح كريمه حامضه فلفل الوان ملح وفلفل كوبايه مرقه لحم معلقه دقيق. لا لا في ايه طيب؟ في ايه والله؟ مش كريمه حامضه ساور كريم مش حامضه يعني حمضانه لا مش معفنه يعني اه الناس تقول علينا ايه؟ انا اسفه بس حامضه ساور كريم كريمه حامضه يا حاجه حامضه حامضه كل هو هنحط كريمه حامضه؟ طب فاكر بقى لما كنت بقول بنحطه في حمام ميه؟ بلاش يلا بينا هضحك قدامك ما انا اتفضحت خلاص. طب يلا ابتدي. اول حاجه هنحط الطاسه كده عايزه فرن؟ اه طيب. احنا هنا بنستخدم عندنا في 4 شارع شريف في المطعم بتاعنا فرن لانها في الحقيقه خفيفه وبتخلي طعم الاكل وبتدي له نكهه لطيفه جدا بنا. اوكي عايزه حته قد ايه؟ عايزه حته يعني معلقه كده معلقه اوكي مش كبيره قوي عشان احنا عندنا الكميه قليله. اوكي اهو فرن فرن هنا اه على طول. اوكي عايزه تاني؟ سيبها بس لا تسيح بقى. احنا في الوصفه دي بقى الميزه يا شريف ان احنا بنستخدم حاجه واحده طاسه واحده. اه ماتش بقى وان كاسرول اه طيب انت قلت لي مين بيعرف يطبخ هنا؟ وحضرتك وحضرتك انت بتعرف تطبخي؟ كله شكله بيعرف يطبخ. بتعرف تطبخ؟ بجد؟ طب حضرتك تعالى. اوبا هينافسني رجل هينافسك اه هينافسك بقى ما بيهزرش. هاخد ده بس كده جنبي عشان ايه؟ بص يا شريف هنحط اللحمة. عليكم السلام ورحمة الله. منور. ازيك؟ لا كرشي باين. اه بتعرف تطبخ.
ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. انا تاجر موبيليات. بجد؟ ايه بتعمل موبيليا ايه بقى فرنش؟ حاجات قديمه ولا حاجات جديده؟ يعني حاجات كلاسيك ولا حاجات مودرن؟ لا مودرن. هو دلوقتي ليه السوق؟ ما حدش بقى يشتري كلاسيك في المودرن. لا لا مودرن. كله مودرن. فين مكانك؟ فين؟ في الفيوم. طب قول لنا فين بالظبط؟ انا عايزك دعايه دلوقتي. مش منتج مصري؟ مصري. طب اقف كده اهو. فين الورشه؟ ورشه ولا معرض؟ لا معرض. شارع السنترال في الفيوم جنب السوائي. شارع السنترال في الفيوم اسمه ايه؟ احمد عزوز. حضرتك اسمك احمد عزوز؟ ازيك يا استاذ احمد؟ انت فاهم انت بقى. الحمد لله انت وحشنا كتير. قول لي بقى من الطبيخ للموبيليا. ايه بقى؟ يعني انت اللي بتطبخ في البيت؟ لا انا غاوي. ايه انت يعني لما هتعزمني هتعمل لي ايه؟ اي حاجه اللي انت عايز. اعمل لك بطاطس، اعمل لك لحمه كباب حله. اعمل لك كباب. بيطبخ كويس جوزك ولا لا؟ هي فين؟ انتوا كلكم مع بعض؟ انا جاي عشان احنا كلنا اخوات. لا والتخت مش حاجه وحشه على فكره، بس تحافظوا على صحتكم. بس بنحب الاكل. بتحبوا الاكل؟ ربنا يديك الصحه. دعيت لك في الحب يا حبيبي. تسلم تسلم. ميرسي على ذوقك. ربنا يديك الصحه ويحفظك. طب فريده بتطبخ ايه؟ تعرف الاكله دي ولا مش عارفها؟ لا مش عارفها. طب اشرح لي حلو تاني كده بقى. بص دي اكله روسي. واحنا حاطين فيها التاتش بتاعنا كمصريين يا بني ادمين. دلوقتي اللحمه دي زي تشويحه. بنديها تشويحه الاول، نعمل لها الصدمه بتاعتها، وبعد كده هنشيلها من على النار. وبعد كده نبتدي نعمل الصوص بتاعها، وبعد كده بنرجعها تاني. ما نشوف مع بعض. مع بعض. مع بعض. لخبطتك؟ لا 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 مش حامضة. مش حامضانة. حامضة. ومشروم ومرقة وبصل وفلفل الوان، ده التاتش بتاعنا هم. مش بيستخدموه اساسا. وبعد كده ملح وفلفل اسود بهارات. الملح بقى مش هنحطه دلوقتي. الملح مش هنحطه دلوقتي. ليه؟ علشان اللحمة بيقلل يعني بيعطل السوا بتاعها. انت طبعا عارف المعلومة دي، شكلك فاهم. تمام. وهنا هي جايبه مستردة غاليه، ما تجيبوهاش. لا دي والله معموله نوع مصري. يعني مش غالي خالص. احنا ما بنجيبش حاجه غاليه اصلا. احسن حاجه. طب ما تيجي يا دوب شويه لحمه كده وشويه كريمه. طب استنى، مش انا عملت لك دعايه؟ اللي يروح له خلال الاسبوع الجاي ويقول له انا شفتك في البرنامج عند شريف هيعمل له 10% خاص. لا 20. ياه. هيوه فوق لو سمحتوا. ايوه ايوه بقى. كده عشان هو صناعة مصرية وهيعمل 20% خاص لأي حد هيقول له أنا شفتك مع البرنامج في البرنامج مع شريف. أحمد عزوز في شارع السوائي، صح؟ في الفيوم. صح كده؟ دبستك. في حد هنا عنده أي معارض أو أي حاجة؟ لا. عارف أنا بقى كان نفسي أبقى موجودة إمتى؟ إمتى؟ يوم عيد ميلادك. لما لبسوا لك بقى بطوط. شفت برضه كان دابو. لابس كان لابس ويني تقريبا. لا ويني ديبو وابراهيم. نفس التسقيف. نفس السقفة معانا. يلا هوبا. وبعدين هتعملي ايه دلوقتي؟ بص انا مستنية بس عشان هي دلوقتي نزلت مية، فهتشرب المية دي وبعد كده هطلعها وابتدي اعمل الصوص. طيب لغاية ما ممكن تتكلم مع جمهورنا اللذيذ. انتوا كده متأخر ليه؟ ما حضرتوش الانترو. احنا جينا من بدري بس هو احنا تهتوا؟ شويه. انتوا جايين منين؟ لا حدائق الاهرام. انتوا جنبنا. ايه الحلويات دي؟ انت اسمك ايه؟ لا اسمه ايه؟ عدي. وانت اسمك ايه؟ خالي. انت اخوك كبير؟ بتخلي بالك منه؟ اهلا وسهلا. انتوا بقى عاجبيني قوي انتوا الاثنين من ساعه ما دخلت وانا عمال اراقبكم. قاعد حاضنها. اقطعوا لي تنفع لازم يقفوا يعني؟ طب اقفوا عشان تبان. يعني بجد جوز عصافير يغردون. عاجبني. لا انت شلت ايدك ليه؟ ايوه كده. احنا عايزين كل الاسواق في مصر دايما يبقوا ماشيين بالطريقه دي. يا رب. ما بيتكسفوش. الفيلر بتاع اللي في ودني دي اسم حضرتك ايه؟ محمد شعبان. اشتغل ايه؟ انا رئيس قسم تربيه رياضيه. اوكي. وحضرتك؟ صفية. ما بشتغلش. يا صفية. انت حامل في شهر كام؟ انت عايزني في الكام؟ لا ما انا مش عايز. انت شكلك خامس؟ خامس. والله شاطر. عرفتني؟ لا ما خامس. نفسك ولد ولا بنت؟ والله اي حاجه. لسه اول بيبي. كل اللي يجيبه ربنا حلو، المهم يبقى صحته حلوه. وعايز اقول لكم انتوا الاثنين حاجه، تجيبوا كتب تقروا فيها عن طرق تربيه الاطفال الصحيحه. ده اول بيبي. ها؟ طرق تربيه الاطفال الصحيحه عشان يطلعوا مبهجين ومبسوطين في حياتهم. ربنا يقومي بالسلامة ان شاء الله. استريح. اهلا. خليك حاضنها. مين هنا مع مراته؟ هيكلم مين هنا مع مراته؟ حضرتك مين؟ حضنها.
معمول حوادث. مش هي مراتك؟ حط ايدك على كتفها. بس كده، ما هو ده حضنها. خليك كده طول الحلقه بقى. انت مش مبسوط كده بذمتك؟ ايوه والله، بص وشها احمر ازاي دي، مبسوطه ولو سالك قلوب اهي. انت مين؟ ده ماما وبابا؟ دول ماما وبابا؟ شفت بقى، ماما وبابا بيحبوا بعض، وعشان كمان هم كمان بيحبوك قوي. عايز تقول ايه؟ عايز ايه؟ اقول لمحمد رمضان. عايز تقول لمحمد رمضان ايه؟ هتغني؟ غني. بس انا مش عارفه قوي يعني. طب قول اللي انت عارفه منها. عايز بشوقك ودماغك. لا ده مش استاذ محمد رمضان، ده استاذ تامر حسني. هما الاثنين حبايبي. ماشي كمل. ها؟ عايز بشوقك ودماغك املها على ذوقك. طب بقول لك ايه؟ في أغنية اسمها سوسة 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 كفاروسة سوسة واللي سقف يستاهل مني بوسة. ما تعرفش الحاجات دي؟ ما بتعرفش الحاجات دي. طب في أغنية تانية اسمها أنا عندي بغبغان كلباوي ابن سلسان. أنتوا ما بتسمعش أغاني صغيرين خالص؟ مش بتسمعهم أغاني أطفال ليه؟ ليه؟ بتغني له إيه؟ بتغنوا أنتوا الاتنين كده في البيت؟ أنجليزي؟ ماشي يا اخوي. يلا بتغني ايه؟ قول واحنا بننام بنقول ايه؟ ها وانت بتنام؟ سوري. نام يا عصفوره ونام يا عصفوره. لا هو عايز الحاجات التانية اللي على مزاجك دي، مش على مزاجه ما كان قالها. طيب نروح لفريده ونرجع لكم. عملت ايه؟ دلوقتي شلت اللحمه هسيبها ترتاح بقى شويه، وبعد كده حطيت البصل على نفس الزبده، وهحط المشروم الفريش وابتدي اقلبهم كويس ياخدوا التشويحه التمام. بعد كده هحط عليهم معلقه الدقيق. تمام يلا بقى. ما عشان اروح واجي. ماشي طيب. كل ما تعوزيني امشي قولي لي امشي. انت بقى بتموت في الاكل. ومراتك شكلها بتطبخ ايه احلى اكل؟ انت مش ماما؟ مش ولادك؟ لا دي اختي. امال مين دول؟ دي بنت خالتي ودي بنت خالتي. انتوا لغايه انتوا من فين لفين؟ من هنا لهنا. طب وقفوا كلكم عشان تبان. انت اسمك ايه؟ اسمي احمد، احمد رمضان. مش عارف ايه؟ مهندس صوت، موزع موسيقى ومهندس صوت. الصوت عندنا كويس هنا؟ اه. والموسيقى كويسة؟ كويسة. يعني ناخد شهادة منك. تمام. انت منور. بتحب الأكل. يعني. هو كان بيحبك. كل واتمتع يا عم، كل واتمتع. ده أنا محروم من الأكل بمحافظتك، ولا يهمك. ربنا يجيبك. أنت بتشتغلي إيه؟ إيه أنا مدرسة موسيقى. موسيقى، بتعلمي العيال الموسيقى كويس؟ ايوه. بتدرسي لهم ازاي بالموسيقى؟ في انت مدرسه اسمها ايه؟ مدرسه فضل لغات. فين دي؟ دي في الطوابق. فيصل. فيصل. طيب قولي لي، عندكم الات موسيقيه كويسه في المدرسه؟ اه. والعيال حصه الموسيقى بيهتموا بيها ولا لا؟ لا ما نهتمش. مهتمه بيها. طب بصي، كل الاطفال بيغنوا اغاني كبار. انت بتديهم اغاني ايه؟ لا بديهم اغاني الاطفال. زي ايه؟ ذهب الليل. قوليها. اغنيها؟ ايوه غنيها. لا ليه؟ مش في الفصل بتقعدي تغني لهم؟ لا بغني مع اطفالي بس. طب ما انا اطفال. ما هو اطفال اهم. يلا ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. ها ها. سيف القطه قال لها بسبس قالت له ناو ناو. ناو ناو. ومش عارف ليه في الاغنيه استاذ محمد فوزي كان يقول ناو ناو مش ناو ناو. هما بيحبوها ناو وصوصو. اه انتوا منورين. استريحوا. شنطه مين دي؟ دي شنطتي انا. شكلها مليانه فلوس. لا مهندس صوت بقى، انا عارفكو انا عارفكو. انتوا من فين لفين؟ من اول هنا اهو. طب ممكن تقفوا؟ العيله بتاعتك. عرفني بقى، انت عرفني. انت اللي كنت عايز تتكلم معايا. ايوه. بس سيب الموبايل وبص كلكم للناس هنا. انت مين؟ انا اسلام. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفني على عيلتك. عمر اخويا الصغير. وماما وبابا واختي شهد. ايه؟ شهد. بيغلس عليكي؟ كتير. كتير. ليه كده؟ كتير. دي شكلها طيبه وحنينه. ايوه بقى يعني شاوه بقى كده مع بعضينا. هو مفيش بيت ما فيهوش كده اساسا. انت عندك كام سنه؟ 21. انت بتتكلم انت عندك 21 سنه؟ كلمت حضرتك وقلت لي. هو انت اللي بعت لي على الانستجرام؟ ايوه. انا بقول لك انا بحب حضرتك. يا حياه. انا بقول لك انا بحب حضرتك. ربنا يخليه لكم يا رب. ده بعت لي كلام حلو حلاوه. انا بحبك قوي قوي يعني. يا رب يخليك ويحفظك ويعزك. بحب حضرتك من زمان قوي. من وانت طفل زعلت قد ايه يعني؟ مش قادر اقول لك يعني 10 سنين. بقالي 10 سنين متابع حضرتك والله. الله يخليك. انا كنت جايب لحضرتك كده هديه بسيطه. وريني. احب الهدايا.
طبعا. يا رب تعجبك بس كده. ايه بقى؟ يعني حاجه ما فيش اغلى منها يعني. المصحف؟ شفته انا عارفها على طول، ما دام مفيش اغلى منها يبقى. هات انا هفتحها. طلع طلعها يا عم، هتفتحها هتبوظ الكيس، هتبوظ الكيس، كيس الهدايا غالي. امسك اوعى. بص بس للكاميرا هناك اهو. انتوا عاملين ايه؟ لازقينه؟ ما انا بقول لحضرتك. ايوه الله عليك، جبته لحضرتك بنيه انك حضرتك تقرا في بنيه نجاحك ان شاء الله الدايم على طول المستمر. بس انا عايز اقول لك حاجه. بص ان شاء الله. اسمك ايه تاني قول لي؟ اسلام. بص يا اسلام، طبعا قرايه القران مهمه جدا. طبعا. بس من اهم حاجه انك تقرا القران وتفهمه. صح. ويكون من القلب. ويكون من القلب، وتفهم معانيه. صح. وتقعد تقرا التفسير مره واثنين وثلاثه. صح. لغايه ما تبقى فاهمه. صح. في ناس كتيره قوي مع احترامي بيقعدوا يحفظوا القران ويقروا القران ومش فاهمين اي حاجه. صح. واللي بيقرا ومش زي ما انت عندك الامكانيه انك تقرا القران، يبقى عندك الامكانيه انك ايه؟ تقرا تفسير القران. فانا بشكرك كتير. ده حلو. لا ده يعني حاجه بسيطه جدا لحضرتك، ويعني انا كان نفسي اجيب حاجه اكبر من كده. عملنا الباباك دعايه قد كده. يبقى ادوني كوميشن. انا بحب حضرتك جدا حبيبي. جدا جدا يعني. انا بحب حضرتك قوي. تسلم تسلم، ربنا يخليه لكم يا رب. تريحك. اهلا وسهلا. ايه دعاء، ازيك؟ انت قاعده ورا كده ليه في الكاميرا؟ اهلا اهلا. فريده خلصتي؟ اه تقريبا. وريني عملتي ايه. بص بقى عشان نقولها مظبوط. اه اوفا. اول حاجه عملناها شوحنا اللحمه في زبده. ايوه. رشينا عليها بس رشه فلفل اسود، ما حطيناش الملح. وبعد كده شوحناها كويس قوي وشلناها من على النار. اوكي. بعد كده حطيت في نفس الطاسه بنفس الزبده، حطيت البصل قعد شوحته كويس، بعد كده المشروم والفلفل الالوان، ممكن نستغنى عن الفلفل الالوان، وشوحتهم كويس. بعد كده حطيت عليهم معلقه الدقيق وقلبتهم لحد ما الدقيق اختفى واتحمص شويه. بعد كده حطيت مرقه اللحمه على الخضار ده وقلبتهم كويس. اول ما ابتدى يتقل سنه رحت حاطه تاني اللحمه وظبطت الملح بتاعي وكل حاجه. وبعد كده هسيبهم كده غلوتين، واخر حاجه هحطها الساور كريم. حاجه الكريمه الحامضه. في حاجه المستورده ممكن نستغنى عنها، وممكن نستغنى عن فلفل الالوان. اوكي. فهم مش انا بقى الاكله دي بغمسها. لا مؤاخذة. أنا كمان. أنا مع بعضنا. أكيد بتفهمي. لأنها بيبقى الصوص بتاعها لازم يتغمس. عيش بلدي، عيش فينو، عيش فرنجي، فرنش باجيت، أي حاجة. طيب. إحنا دلوقتي أنت خلصتي كده هتعملي أنا آخر حاجة هحطها الساور كريم. حطي بقى الساور كريم وحضري لي بقى المقادير اللي بعد كده. أوكي. يا مريم أنا جاي لك أهو. أخبارك إيه؟ أنت حلوة؟ اقعدي جنبه هنا أهو ممكن؟ أه طبعًا. أه؟ وسعودي. ده ابنك؟ ده جاي لك مخصوص. مصطفى اسمه؟ مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا مريم؟ عامل ايه؟ احكي لي بقى انت عندك كام سنه؟ 25. ايه ده انت شكلك صغيره قوي. اه ما كبرت بقى خلاص. حضرتك مامتها؟ انت جايه مع مين؟ مامتي. انا جايه مع واحده صاحبتنا بس هي بره بقى. وما دخلتش ليه؟ ما هي مش عايزه مكسوفه؟ طيب ماشي ماشي. انت بقى بتعملي ايه في حياتك؟ احكي لنا. بعزف كمانجا وبدرس اسباني وانجلش. اوه. وبعمل فيديوز كده على فيسبوك عشان الناس تعرف ازاي تتعامل مع الشخص الكفيف، يعني يبقى أوكي. عندهم وعي وخلاص كده. اوكي. انا عايزه اقول لك حاجه، طبعا انت اقوى مني بكتير. لا لا انت قوي. لا انت الاقوى. والنبي انت الاقوى طبعا. وبرافو عليكي انك بتعملي كل الحاجات دي. وفي ناس تانية قاعدة في البيت مش عايزة تعمل أي حاجة. صح؟ صح. وبيشوفوا بيسمعوا بيتكلموا وعضلات قد كده وكل حاجة، مش عايزين يتعتعوا ويقول لك إيه كل حاجة وحشة، كل حاجة قليلة، كل الحياة بس إحنا مش عارفين نعيشها صح. أنت بقى عارفة حلو. صح. يس. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. ويخلي لك كل أهلك اللي طلعوا شخصية قوية زي كده، لأن أنت قدوة لناس كتيرة قوي. شكرا يا شيخ. الناس إزاي ممكن تتواصل معاكي على الفيسبوك؟ مريم كمال النجدي على الفيسبوك، وعلى الانستجرام مريم النجدي 14. دي الاكونتس بتاعتي بقى بنزل عليها كل الحاجات. اوكي كده. مريم هسالك شويه اسئله. يس. ممكن تكون لا لا خالص، انا هتكلم براحتي. طيب. اه بالظبط. متخيله الحياه ازاي؟ انا متخيله الحياه، يعني انا اصلا بحب الخيال اكتر من الواقع بكتير. يعني اصل انت تشوف الحاجه دي عادي، انا شايفه ان انا بجد متميزه عن البني ادمين الطبيعيين. يعني تتخيل كده لما انت تفتح عينك على حاجه عاديه، ولا لما تفتح عينك على الجنه. اكيد اكيد الاختيار التاني احسن. شايفه الجنه شكلها ايه؟ احكي لنا. شايفاها جميله كده وفيها ناس طيبين وكلها جنه، يعني مش عارفه خيال. يعني انت الجنينه بالنسبه لك هي احلى حاجه. الجنينه يعني الجنينة. شجر اه واصوات عصافير وورد. بالنسبه لك انت شايفه الشجر شكله ايه؟
لا انا عشان عارفه شكله انا بقعد احط ايديا على حاجات شجر عايزين الخش بالظبط اوكي طيب ساعتها تخيل بقى وشوش البني ادمين بس مش كده قوي انت في خيالك جوه بتشوفي يعني متخيله الالوان بحاول يعني انا كنت عامله فيديو بكلم فيه عن الموضوع ده انا بشوف ان الحاجات دي وجهات نظر في الاخر يعني انت ممكن تقولي انت عارفه انا ساعات افكر في ايه هقول لك معلش ان انا بقطعك لا براحتك انا مثلا شايف حاجه لونها مثلا اصفر اقول ايه ما انا شايف ممكن اكون شايفه دلوقتي صفرة ونفس الحد شايف الاصفر لون تاني غير اللي انا شايفه بالظبط فاهمه قصدي ازاي هو يعني الله اعلم كل واحد فينا شايف الحاجات بمنظور ممكن يكون مختلف عن التاني صح. ممكن كلنا ما نكونش زي بعض بالظبط اوكي طيب انت من مواهبك الايه الغنى الغنى هتغني لي ايه انت عايزني اغني لك انت إيه؟ اللي انت عايزاه ممكن اغني لك في يوم وليله يلا جاهزه عايزاه بمزيكا ولا من غير مزيكا لا هم يعزفوها ما عنديش مشكله انا ما عنديش مشكله اغني في يوم وليله هو لا ما مش هينفع هو المايك مش هينفع تحذفهولي لا لا هنزل لك انا يلا لغايه ما ينزل تعالى ايوه هز طولك شويه طيب بقول لك وانت عايشه مع مين في البيت ساعات مع اهلي وساعات ببقى عشان انا بلعب كمان جامعه اوركسترا نور الامل فبنبقى عندنا حفلات كتير الله. فبقضي بقى معظم الوقت معاهم كليتي وشغلي يعني سقفوا لحسام والنبي امسكي بقى المايك اهو اتفضلي ايه الحلاوه دي انا مبسوط قوي بيك انا كمان نورتيني تعالي بقى نقعد يلا اوكي ونطلع للاستاذ حسام مش هنزلك في سلميه اوكي ايوه اوكي استريح ها جميل انت نزلت تاخد المايك خايف على مايكو ميرسي ميرسي طيب نرجع لفريده مره ثانيه هيا فريده نعمل ايه بقى دلوقتي بقى نعمل جراتان بطاطس والكوسه يلا قول لنا مقادير انا هقول الاول مقادير طيب بطاطس نص سلقه مقطعينها شرايح كوسه شرايح معلقه كبيره كريمه حامضه معلقه كبيره جبنه كريمي زبده فرن كوبايه لبن ثوم مفروم ملح وفلفل جبنه رومي مبشوره زعتر فريش جوزة الطيب اوكي بس كده ماشي انا دلوقتي عملتها خلاص في البايركس هي بترصوها زي ما انتوا عايزين يعني ده حاجه بصوا هي رصها ازاي عشان جوهري ما يزعلش اهي احكي لنا كده الترانشات ومتقطعه ورصه كل واحده يعني بطاطسايه وكوسه بطاطسايه وكوسه ممكن بقى نعملها كده مدوره ممكن نعملها بالطول ماشي دي حاجه بقى ترجع للذوق الشخصي بعدين اقطع لك كفرن ماشي عايزه معلقه صغيره بقى معلقه صغيره فرن حاضر اهو الوصفه دي بقى لذيذه قوي لان هي على طول في الفرن اوكي ما تقعدش بقى تاخد وقت وبتاع ماشي كده حلو بصي حلو قوي اوكي ما بتيجي نعملها في طاسه ماشي ممكن اوكي في الوقت ده عشان تبقى باينه للناس اكتر الحلو اهي الفرن بتاعتنا في الطاسه حط اللبن مع الزبده وهنحط كل بقى المكونات دي الكريمه الحامضه او ساور كريم يعني الناس عارفاها يعني حوار ماشي وهحط الجبنه المبشوره الرومي اوكي احنا عايزين نقلل من الجبنه الرومي على قد ما نقدر ناكلوها بس قليل مش كل يوم هي مره في الاسبوع بالكتير ناكل الجبنه الرومي اقلب اوكي ممكن نستبدل الجبنه الرومي باي نوع تاني ما يعني اوكي بس هي عشان بتدي فليفر اقوى يعني ماشي حطينا جبنه رومي حطينا جبنه كريمي حطينا ساور كريم حطينا لبن زبده ثوم عشان نزود قوي عشان الكميه مش كتير جوزة الطيب اوكي وزعتر فريش وملح وفلفل بقى لا قولي لي من الاول كده عشان انت عامله حاجات كتير قوي في بتاعنا ماشي ايه بقى دلوقتي حطينا زبده عليها اللبن ساور كريم ريحتها حلوه دي ريحتها حلوه قوي وطعمها تحفه وعليها ساور كريم جبنه كريمي جبنه رومي مبشور كل الحاجات دي الجبن اختياري يعني ممكن تشيلوا حاجه وتحطوا حاجه ثانيه وحطينا ثوم زعتر فريش جوزة الطيب ودلوقتي ملح وفلفل اوكي احنا بس كده و هنعمل شويه ملح ما نزودش الملح عشان جبنه رومي بعد كده هنا بقى بطاطس نص سلقه ممكن الكوسه نعملها مشويه يعني نقطعها شرايح ونحط عليها ده وبعدين نحط عليها ده وندخلها الفرن بس تطلع بقى بالشكل ده وتقعد قد ايه في الفرن تقعد تقريبا تلت ساعه طيب لحد ما اللون بتاع الوش يحمر طيب اعملي بقى الحاجات دي زي ما انت عايزه لغايه ما ايه اروح لجمهوري مره ثانيه النهارده انا فرحان بيهم جمهور لذيذ كمان جمهور لذيذ بيسعقولي جوه
المخرج عايز تقول ايه؟ تعال ما تكسر. ازي حضرتك؟ جاي منين؟ من الهرم. اهلا وسهلا بيك. مين العيله بقى؟ من اول فين لفين؟ انت ممكن تقفوا بعد اذنكم يعني. جودي ازيك؟ اسمها جودي؟ جودي. جودي وحرمك؟ ميدان. ياسر. ياسر. ياسر عنده كم سنه؟ سبع سنين. سبع سنين؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ بتطبخي كويس؟ يعني بصت لجوزها. ما انا اللي انت بتطبخ؟ فينش بتاعنا. والله النهارده كل الرجاله اللي موجوده بتطبخ احسن من الستات، ده حاجه لطيفه خالص. تحيه لرجاله مصر. ايوه كده. وبعدين اول ما اعلن انا قلت مش رجال كتير هيجوا، ما شاء الله رجاله كتيره جايه عندي في الشارع، وده شيء مفرحني. منورين، ربنا يخليكم لبعض ودايما انتوا في احسن حال. هتغني ولا مش هتغني؟ لا انا مكسوفه كمان شويه. هنغني، استريحوا. طيب هنغني ايه دلوقتي؟ انا هكذب عليك. ليه بقى كده بقى؟ ليه تكذب عليا؟ لا اكيد مش انا، هي الكذبه حرام. طبعا. طيب نسمعها وبعدين ناخد فاصل ونرجع نكمل مع فريدة. مزيكا. لا مش مصدقني برضه، ولا اكني قلت شوفوا لنا مسقفاتي تاني في البرنامج ده. انا جايبك هنا تصحي الناس وتفوقهم كده يا ابني. انت ايه ده؟ واكل كشري؟ مش طبيعي. زيكم منورين، اهلا بيكم. يا فريدة. ايه؟ بوزي حبيبك اهو ضايع خالص. هتعملي لا لا لا، هو بس كان زي ما قلت لك. هتعملي ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى السلطه. سلطه رز. مقاديرها ايه بقى؟ بطاطس مسلوقه متقطعه مكعبات، جزر وبسله وفاصوليا، ممكن من غير فاصوليا يبقى جزر وبسله بس مسلوقين طبعا. تركي مدخن متقطع مكعبات. ديك الرومي يعني. ديك رومي مدخن. خيار مخلل متقطع صغير، بصل اخضر، شبت، بيض مسلوق ممكن نستغنى عنه. الدريسنج مايونيز، معلقه مستارده، كريمه حامضه، ملح وفلفل، زيت زيتون. اوكي. هما بيستخدموا على فكره الكريمه الساور كريم دي كتير. بنجر. بنجر. إيه؟ السلطه دي ساعات بيحطوا بنجر. يعني بص هتحطي كل الحاجات على بعض. بص بقى، الاول هحط الدريسنج واقلبه، وبعد كده يا فندم اعمل ايه؟ ايه؟ احط كل حاجه على بعض. طب لو عايزه ما تقلبي الدريسنج وتحطيه على بعضه. مريم هتستاذنها عشان هي عندها مناسبه، فحيوها لو سمحتوا انها جت لنا النهارده. ميرسي، نورتينا. اشكرك يا مريم، وميرسي على الاغنيه الحلوه، ميرسي ان انت متابعاني، ودايما نشوفك على خير ان شاء الله. تسلمي على اسرتك كلها. شفتك وكل عام في الاوركسترا بيسلموا عليك. يا اوركسترا النور والامل، تحيه ليهم. ميرسي يا مريم. طيب عملتي ايه يا فريده؟ بعمل الدريسنج وبعد كده بقى احط كل حاجه على بعض. حطي بقى كل الحاجات على بعض. ايوه كده. زي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ انت جايه لنا منين؟ من النفيه. مين معاكي؟ من اول فين؟ احنا جاليا وسندس ورم. لا طب استني دلوقتي، ده زوج حضرتك؟ ايوه. ودي مين؟ انا بنت. اخر عنكو اخر عنقود. اخر عندك ثلاث بنات؟ ده انتوا هتروحوا الجنه حد ان شاء الله. هو اكبر. وانا اول عنقود. انت اول عنقود. وانت دايما اللي في النص ده بيقولوا عليه مظلوم. بالظبط كده. صح؟ اهلا. ثانويه عامه السنه دي. ربنا معاك. ادعي لها بقى. ربنا معاك. الله يخليك. يخليهم لك. الله يخليك. ميرسي ميرسي. شكرا. تبقى عيله جميله وطيبه. حضرتك ربنا يخليهم لك. اكثر احتراما وجميل جدا وروحك حلوه قوي. واحنا بنحبك جدا. نتمنى لك الشفاء ومتابعك. متربيين على ايديا انتوا عشان كده حلوين. اشرب ميه وكل سلطه والحاجات دي كلها. شربت يا اختي ميه واكلت السلطه وبرده بالهنا والشفاء. برده عيب. لا خسيت بقى معلش. ربنا يبارك. اهلا بيك يا فندم. الف مليون سلام عليك. مصر كلها بتدعي لك وبتحبك. حبايبي انتوا عيلتي. يعني من المحافظه كلها. من منوفيه. اهلا بيك. شرفتونا ونورتونا. شكرا. انت عايزه تديني ايه الحلاوه دي؟ وانت الشات الحلوه اللي انت لابساها دي عليها بلول. ده انت اللي عاملاها؟ امسكي كده. هي هاند ميد من واحده صاحبه سندس. اسمها ايه؟ هي البراند مكتوبه هنا تحت. اسمها ايه؟ اسمها فداء. فداء. وريني بقى. الله. الصفحه بتاعتها ده عليها اسم البرنامج. شريف ميرسي يا حبيبتي. ثانك يو. ميرسي. سوري. انتوا اغلى عندي. ميرسي. ريحي. اهلا وسهلا بيك. انت جايه لنا من 10 من رمضان. انتوا من اول فين لفين؟ من 10 من رمضان. العيله فين؟ قوموا كلكم. يلا قوموا. اقفوا كده. بسم الله. انا اول بني لك الناس اللي بتحبك كلها في ال 10 من رمضان. ربنا يخليك. اصحابي في نادي الرواد كلهم واحده واحده، مدام فايزه، مدام فاطمه،
مدام اسماء كل اصحابنا في فريق الكروكيه بيسلموا عليك. انا وهمسه بنلعب كوره. ربنا يخليهم. وهم بيحبوك جدا. عرفيني بقى ولادك. وبعتين لك استلام معايا. عرفيني باولادك. هيثم. لا من الكبير للصغير. من الكبير. انتوا قاعدين بالترتيب؟ هيثم. هيثم. هادي. ارفعي بس ال هيثم. هادي. همسه. احمد. انت اخر واحد؟ انت عندك كام سنه؟ وانت عندك كام سنه؟ زعيله بقى شيء. شكلهم جبتيهم امتى؟ دول شكل صغير. تقولي اخواتي. اخواتي زي بعض. ربنا يخليهم. استريحوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بكتب لك على طول. ربنا يخليهم. رحت المستشفى ومحدش وصلني. ما طلعوكيش؟ دار الشفا ما رضيوش. ما هو كان ما رضيوش. قالوا لي ممنوع. ساعات كنت ببقى رحت دار الشفا مرتين. يا ربي. ورحت السمير الاسكندراني في المستشفى برضه ما وصلتلوش. لا انا بعتذر لك ان انت جيتي في رمضان مرتين وما طلعوكيش. انا اكيد كنت نايم. يا اما كنت نايم يا اما كانوا مخدريني عشان الوجع. تسلمي من كل شر. ربنا يخليك. تريحي وما تنساش الوعد بتاعي. حاضر. حاضر. حاضر حاضر. احنا مين؟ احنا بنتكلم. خليكوا قاعدين. ما اتكلمتش معاكي صح؟ ولا احنا وداعي. ايوه هيغني من اول فين انتوا؟ ايوه قوموا بقى. قوموا بقى. انتوا خلاص انت مش تبعك هما؟ خلاص ايه يا عم؟ انت خايف من مين؟ قوم وقف حضرتك بس. قوم وقف وانت بتكلم. انت قلقان ليه؟ صحابك بقى هيقعدوا يقولوا لك طلعت مع الشريف مدكور ومش عارف ايه؟ ما تقلقش. عادي يعني خليك سبور. سبور. باباكي؟ اه. بيتكسف؟ قلقان. قلقان؟ تعرفي تزغرتي؟ لا. قالوا لي في ودني انت تعرفي تزغرتي. لا. ما تقلقش. انت راجل جميل. والله العظيم. ربنا يخليك. انت عايز تقول ايه؟ مش عايز اقول حاجه. طب اقعدوا بقى. انا لا. قوم اقف بقى كده. انت اسمك ايه؟ خالد. اقف على الكرسي. اوعى تقع. ده ابنك؟ ايوه. ربنا يخليك. انتوا من اول فين لفين؟ انا وماما بس. انتوا ربنا يخليهم لك. هتغني ايه؟ ها؟ ناديتك شو ناديت؟ ماشي. يلا. ناديتك. لا شغال والله العظيم والنعمه شغال. يلا. لا ما هو ما بيعملش صوت هنا. هو الو الو اهو. يلا ناديتك شو نادي ولعوا له ال ولعوا له خلوه يسمع نفسه. يلا ناديتك شو ناديت قلتي لي تعال اكيد لا عدتك اللي فات ولا حتى لو عينيكي اديني رجعت لك. مين هي دي؟ رجعت لمين؟ انت رجعت لمين؟ لماما. لا قول بس. اديني رجعت لك. اديني بين ايديكي كفايه نوع بقى مش عارف الوم عينيكي ناديتك شو ناديت قلتي لي تعال جيت لا هعدك عاللي فات ولا حتى عينيكي قولي لقلبك يسمعني مش ده معلم رجعني من غير ما تنادي وتدي سقفولو. انتوا جايين لنا منين؟ اهلا وسهلا. جنبنا خالص. طيب احنا كده ايه جايبه لي ايه؟ وابو حمزه اداني قلم. كل خير. الكبحه اللي عربيتك. انا اللي عاملاها. يا الله عليك. دي هتسبح بيها. يا حياتي. يا حياتي. يا رب يخليك على البسه الحلقه الجايه. تسلم. ان شاء الله. قولي بقى انت جايه لنا من اسكندريه. اه. انت بتشتغلي ايه ولا بتعملي ايه في حياتك؟ انا بشتغل مديره مركز تطوير المناهج بقوات البحريه. اوه دي حاجه مهمه جدا. جدا. اوكي. ومنين في اسكندريه ساكنه؟ اسمه محمد. طبعا. هتنورنا لازم تيجي. هجيلكوا قريب. لازم. انا عندي شغل في اسكندريه رايح هروح. بيحبك من هو عنده اربع شهور. ربنا يخليك. ده جميل مصطفى صديقي. يلا هو عايز يغني. هو نفسه يقول لك حاجه. هتقول شيء في ايه؟ عايز تقول شيء في ايه؟ يلا بقى. السلام عليك. ربنا يخليهولي. انتوا صحاب؟ احنا جاي مع الوقت. فين؟ العروسه. هم على طول كده؟ على طول كده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني من اول ما اتجوزوا قبل ما يتجوزوا. الله اكبر. ده انتوا لازم نبخركم. ربنا يكملهم على خير ويفضلوا كده. لا هيفضلوا كده. ولو جه واد نسميه شريف ولو بنت شريف. لا بجد؟ ده وعد؟ وعد؟ هعمل له شارع.
ابنك هيبقى عنده شاق عامل له مداد. يبقى خامس شارع شريف ان شاء الله السنه الجايه. اهلا بيك. اهلا بيك. وحضرتك جاي لنا منين؟ انا خريج تجاره وانا في القاهره ان شاء الله. اه من محافظه القاهره؟ اه ان شاء الله. اهلا بيك منورنا ومشرفنا. انا اعمال حره. خريج تجاره بس شغل في مدينه العرايس في المناصره. اه طبعا احسن عفو كلها خشب واحسن ناس هناك. اهلا بيك. واحسن يعني ناس ولد. معروفه كلها. ايوه انا عارف طبعا. اهلا بيك. منورنا. ابلغ حضرتك السلام ان ولاد اختي عملوا عيد ميلادهم هنا معاك روفان وليال. اهلا لك السلام جدا. ربنا يخليهم لك. اهلا وسهلا. انا كلمت معاه. لا لسه. لا بجد؟ انت مش جاي من اسكندريه؟ انا جاي مع مين؟ لا لوحدي. ايوه انت اللي كنت النهارده في 57؟ اه كنت في 57. انت بتشتغل ايه ولا بتعمل ايه؟ كان عندنا انا في كليه تجاره جامعه اسكندريه. اه عندك كام سنه؟ عندي 21. اوكي. بتتابع البرنامج؟ لسه يعني ببتدي في مجال الاعلام. بتتابع عندي البرنامج بتاعي؟ اه. اوكي. انت عايش مع مين في البيت؟ مع مامتي واخواتي. اوكي. بتطبخوا اكل حلو؟ بتعملوا اكل اسكندراني حلو؟ طبعا طبعا. بقول لك ايه، تعالى اسكندريه. عندنا انت فين في اسكندريه؟ في الاباري. اهلا بيك، انت منور. اسمك ايه؟ محمود. اهلا يا محمود، نورتني وشرفتني. انتوا كلكم شرفتونا النهارده بجد. طيب فريده خلصتي؟ اه تمام. غرفتي؟ احكي لنا كده عملتي ايه النهارده؟ النهارده عملنا ثلاث وصفات لذيذ خفيف كده، عملنا بزبده فرن، عملنا البيف ستروجانوف، وعملنا سلاد روس اللي هي السلطه الروسيه، وعملنا سلطه جراتان بطاطس بالكوسه. بس كده. ميرسي لفريده، شكرا. طيب هناخدكم دلوقتي سريعا كده ونروح الكلينيك للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب، وبعد كده نرجع لكم مره ثانيه مع دكتور علي الكوريعي. ودينا البلد الغريبه اللي قال على دي، خليكم عندنا في 14 شريف لو سمحتوا.